معايا على التليفون كابتني وكابتن مصر، واول حد اكتشفني ولعبت يمكن معاه في منتخب مصر للشباب او منتخب، كان بالنسبه لي كنت سن صغير، كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي طولان منور الدنيا. مساء الخير ابو خليل، ازيك يا حبيبي؟ كابتن مصر ازيك يا حبيبي؟ وحشني جدا. والله العظيم، وانت وما انساش دايما ان الله انت اول يخليك واحد حبيبي يعني يا ابو خليل، ظهرني في الاجواء، واول واحد حبيبي اداني زي ما بيتقال كده خلاني امشي ابدا المشوار بتاعي. حبيبي يا ابراهيم، حبيبي يا حبيبي كابتن حلمي، الله والله يخليك حبيبي. حضرتك ازيك؟ كويس وبخير الحمد لله، دايما متالق الله ودايما يخليك، كده ببقى مبسوط ربنا لما بسمع يخليك، صوتك. الله يخليك يا ابراهيم، حبيبي حبيبي فاكره يا كابتن. حبيبي قوي، الله يخليك. شايف مباراه الاهلي والزمالك هتبقى ماشيه ازاي يا كابتن؟ من ناحية بقى والله الفنية، من ناحية والله بص، هو البدنية، من ناحية التكتيك، من ناحية كل حاجة، من ناحية شوف الجماهيرية حتى. هقول لك، هو طبعا فيه اختلاف تمام بين نادي الزمالك والنادي الاهلي في حاجات كتيره جدا. يعني لما نيجي نقارن، نعمل مقارنه بس من حيث الاستقرار الفني، هنلاقي النادي الاهلي اكثر استقرار فني من الزمالك. ازاي؟ الراجل المدرب بقى له سنتين، مستر كولر، الفريق مستقر، عناصر بسيطة جدا بتدخل عليه، فده الجانب الفني. نادي الزمالك العكس تماما، الإدارة كمان في النادي الأهلي مستقرة، موجودة بقى لها فترة طويلة، تخطط بقى لها فترة طويلة. لما تيجي في نادي الزمالك بص، تلاقي إدارة جديدة لسه بقى لها شهور بسيطة، غيرت حاجات كتيرة جدا في النادي كانت حاصلة قبل كده. برضه في عناصر كتيرة داخلة في صفوف نادي الزمالك، في مدير فني جديد لسه بقاله يمكن ما كملش شهر يا إبراهيم. فدي عوامل كتيرة جدا بتوضح لك الفرق بين الأهلي وبين الزمالك. طبعا الاستقرار الفني ده بيتبعه استقرار في المستوى، استقرار في النتائج، تصاعد في الأداء بشكل كبير جدا. كنت بسمعك ان الماتشات ديت هي اللي بتخلي الواحد يحكم على المدير الفني. نهاية. انا شايف ان بدري جدا يا ابراهيم ان احنا نحكم على مدرب الزمالك. أنا عارف يا كابتن الأجواء، بس هو اتحط في اختبار زي ما بيتقال طبعا اختبار هو حقيقي. وضع طبيعي، ما هو طبعا ده ما فيش شك يعني. لكن لما تيجي تعمل مقارنات زي ما بقول لك كده، هتلاقي الاهلي اكثر استقرارا من جميع النواحي، عكس الزمالك اللي لسه يا دوب الاداره 3 شهور. الجديده، الاداره الجديده عامله شغل كويس قوي، وفرت استقرار نفسي للاعبين، وفرت مبالغ ماليه للاعبين ما كانوش بياخدوا قبل كده. يعني حبت تعمل صفقات، فتحت باب القيد للزمالك، حبت تعمل صفقات يمكن البعض جيد والبعض يعني لسه مش معهوش. لكن الماتش ده في مجمله يا ابراهيم، وانت عارف كويس قوي ولعبت كتير جدا سواء الله. مع الاهلي ومع الزمالك، الماتش ده لا يقاس بمستوى الفريقين قبل هذا اللقاء. ما تقدرش تحكم وتقول مين هيكسب. دايما احنا بنقول ان الماتش ده 50-50 قبل الماتش، ده حقيقي. لكن اثناء الماتش واثناء اللعب الجيم ده انت تقدر تقول على طول مين الافضل، مين اللي عنده حظوظ اكتر النهارده. لكن قبل الماتش يا ابراهيم ما تقدرش تتكهن نهاية. باي من الفريقين يكسب. يعني وارد يا كابتن ممكن يبقى طبعا الاستاد هيبقى متقفل اكيد، اكيد التواجد الجماهير هيدي دافع للعيبه حتى، لان دي مباراه ما بتحصلش غير كل فتره ان انت يبقى فيه كم الجماهير اللي موجوده دي. طبعا احنا بينقصنا تماما وبينقص نهاية. الدوري بتاعنا الجماهير والكثافه الجماهيريه. مفيش شك ابراهيم، وجود الجمهور بيعمل متعة. دافع قوي جدا للاعبين. كل لاعب بيعرض نفسه قدام هذه الجماهير، بيعرض امكانياته، بيعرض مستواه بشكل جيد، بيبقى مركز كويس جدا عشان عارف ان ال 100,000 اللي موجودين في الاستاد عينهم عليه وشايفينه كويس قوي، وبيطلعوا ينقدوا وبيطلعوا يحللوا وبيطلعوا يعني يفصصوا كل لعيب عمل ايه وما عملش ايه.